أسرار وحقائق لا تعرفها عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. الاسم صدام حسين المجيد التكريتي، الميلاد 28 من نيسان أبريل من عام 1937، الوفاة 30 من كانون الأول 2006. رابع رئيس لجمهورية العراق، ينتمي لعشيرة البيجات، وهو الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 وحتى 9 من نيسان أبريل من عام 2003. لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. ويعتبر الرئيس الراحل صدام واحدا من أكثر الشخصيات العربية جدلا، إلا أنه على الرغم من جدليته فإن له مكانة في قلوب عدد كبير من معجبيه ومحبيه. إليك بعض الحقائق عن حياة صدام حسين التي سنتعرف عليها معا في هذا الفيديو. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. نبذة عن بدايته. ترعرع صدام حسين على يد والدته بعد وفاة والده مبكرا بسبب المرض. كان صدام راع للأغنام، وكان عمه أحد أعضاء حزب البعث المؤثر الأكبر في حياته. وبعد عدم مقدرة والدته على الاعتناء به، عاش صدام مع عمه القومي العربي في بغداد، جريء وقوي. يعد صدام أكثر الحكام قوة وعروبة في التاريخ العربي، فقد استخدم شعارات العروبة حتى في الحروب، كما كان أول من قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية براجمة الصواريخ. الحرب ضد إيران. بعد أن نجحت ثورة الإمام الخميني في الإطاحة بنظام الحكم وإعلان إيران جمهورية إسلامية، قرر صدام الدخول في حرب ضد النظام الإيراني الجديد خشية امتداد تأثيره إلى داخل الأراضي العراقية. اندلعت الحرب بين البلدين واستمرت 8 سنوات من 1980 إلى 1988، خلفت وراءها الخراب في كل مكان، بالإضافة لأكثر من 1,000,000 قتيل بين الجانبين وخسائر اقتصادية تقدر بعدة مليارات دولارات، بالإضافة إلى آلاف الأسرى والجرحى. إنجازات وإصلاحات. لعب صدام حسين دورا مهما في تحسين مستوى التعليم بالدولة العراقية بشكل كبير، حيث فرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات لمن لا يحضر دروس محو الأمية. قام ببناء الطرق والمدارس والمستشفيات، ووضع نظاما للصحة العامة، وقام بإنشاء دوائر للقراءة في جميع المدن العراقية. كرمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة إنجازات صدام في المساهمة بالقضاء على الأمية، وتم منحه جائزة اليونسكو للارتقاء بنوعية الحياة في العراق. إعدامه. بعد اختفاء صدام حسين كالشبح أثناء الحرب على العراق، تم الإعلان بشكل رسمي القبض عليه من قبل أمريكا وتسليمه لحكومة العراق من أجل محاكمته في 6 من كانون الأول عام 2003، وبعد إدانته بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، نفذ حكم الإعدام بحقه في فجر عيد الأضحى المبارك عام 2006. ورغم الجدل الكبير حول هذا الموضوع، إن أحببت صدام أو كرهته، سيبقى إعدامه على يد الاحتلال الأمريكي صباح عيد الأضحى أكبر استفزاز لمشاعر مؤيديه وللأمة العربية. إن أعجبك هذا الفيديو، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.